السلام عليكم، مساء الخير. أنا قبل كده اشتغلت توثيق لجداريات اتعملت بر المكان ده. أنا في جريدة المواكب في المقرن، والليلة دخلتها بجوة سلم نسخة من كتابي الثالث شارع بس، فلقيت جدارية الشهيد أحمد كهربا، فكان لازم نعمل مية لايف ده. ما في كلام بيتقال، في إبداع في الرسمة دي. نفس التشكيل اللي اشتغل قبل كده اللي هو ميدو تشكيلية وتشكيلية، نفسه اشتغل الجداريات البر المكان ده، بر جريدة المواكب. انا هخلي اللينك ان شاء الله، ممكن الناس ترجع لللايف الفات ان شاء الله. ربنا يتقبل الشهيد احمد كهربا وشهدانا في وزارة القيادة العامة، وشهدانا من بداية نضال الثوري، من الشهيد الطاية ابو عقله حتى اخر شهيد. انا شاكر لكم شهيد متابعة اللايف الصغير ده. نتلاقى في لايف تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.